السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدنس اللي هي الانسكيب من الحاجات الكويسة جدا إن أنت تعمل بيها رندر في الريال تايم، وتقدر تشغل فيها الفيرشوال رياليتي لو أنت موصل الجهاز بتاعك بالفيرشوال رياليتي. طب يعني إيه ريال تايم؟ ريال تايم يعني الحاجة اللي أنت بتعملها هتظهر معاك هنا على طول. يعني على سبيل المثال مثلا خلينا نمسك مثلا الاتنين دول، تمام، اللي هما دول، وهبدأ أحركهم، تمام، وأخليهم مثلا هنا كده، تمام، والنخلة ديت هو بيبدأ يعمل لك سبورت بحيث تبدأ تظهر عندنا هنا التعديل على طول. مش لازم اقعد اخلص الشغل كله واصدر الحاجة بعد ما تخلص، لا، يعني اي حركة بتعملها بتبدأ تظهر عندك في الريال تايم. التعديل حصل، ممكن تعمل سيلكت على النخلة ديت وتنقلها هنا مثلا. هتلاقيها اتنقلت بالشكل دوت. فأي تعديلات هتعملها اوتوماتيك بتبدأ تظهر معاك في الريندر بتاع النسكيف.